السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. لا يخفى علينا ما قامت به شركة مايكروسوفت في ويندوز 10 من انتهاك كامل للخصوصية، فيوجد العديد من الأشياء والعديد من الخصائص وضعتها لكي تتجسس على المستخدم. يوجد يعني الكثير من الأشياء يعني جعلت النظام منتهك للخصوصية بشكل كامل. كذلك انتهكت يعني خصوصية الإنترنت، فقامت باستغلال أيضا الإنترنت حين أطلقت النظام في 29 يوليو لإرسال التحديثات لأشخاص آخرين على حساب أشخاص قاموا بتنزيل هذا النظام. لن نتحدث عن كل هذه المزايا التي قامت بها أو هذه الخصائص التي أضافتها مايكروسوفت لويندوز 10 اللي تنتهك خصوصية المستخدم، وسأتحدث عن خاصية الـ NCSI. هذه الميزة التي متواجدة قبل ويندوز 10 أيضا في ويندوز 8 و7، والكثير من الأشخاص لم ينتبه لها ولم يقم بإيقافها في ويندوز 10 أيضا، يعني حتى يقف حد إلى حد ما يعني انتهاك الخصوصية والتجسس من قبل شركة مايكروسوفت. طبعا يوجد بعض الأشخاص الذين يرون هذا الشيء عادي ولا يوجد به أي مشكلة، حتى إن تجسد فلا يعني لا يسبب لهم أي شيء، ويوجد بعض الأشخاص الذين يعتبرون أن هذا الشيء انتهاك الخصوصية بشكل كبير ويرغبون في إيقاف جميع الخصائص التي أضافتها شركة مايكروسوفت. طبعا لإيقاف خاصية الـ NCSI تقوم فقط بالضغط على، طبعا هذه الطريقة نعم تشتغل على كل نسخ الويندوز، يمكنك تكرار أو تجربة هذه الطريقة على الويندوز الخاص بك ليس بالضروري ويندوز 10. كما قلت لكم تقوم بالضغط على زر ويندوز وكذلك مصحوبا بزر R في لوحة المفاتيح حتى تفتح لك نافذة الرن. الآن تقوم بكتابة هذا الرمز RegEdit لفتح الريجستي تولز أو أدوات الريجستي، وتقوم بالضغط على أوكي. الآن ستقوم باختيار المجلد الثالث من هنا، بعد ذلك ستختار سيستم. هنا بعد اختيار سيستم ستذهب إلى الحافظة الكورنت كنترول سيت، هنا تقوم بفتح هذا المجلد. بعد ذلك ستذهب إلى الحافظة أو المجلد النيل كما ترى أمامك هنا NLASVE. بعد اختيار هذا المجلد تقوم باختيار انترنت. لاحظ معي مشاهدي الكريم الآن في الخيار الثالث هنا، يعني الخيار الأول في هذا، يعني كما ترى هذا الخيار Enable Active Browning، تقوم بالضغط عليه هكذا وتقوم بتغيير هذه القيمة من 1 إلى 0. قيمة 0 تعني أن لا توجد قيمة ويتم إيقاف خاصية الـ NCSA هكذا. كما ترى أمامك تم إيقاف الآن خاصية الـ NCSA الـ Active Web، كما ترى هنا يقوم بخاصية الـ NCSA. قمنا الآن بإيقافها فقط باختيار هنا الـ Enable، عندما تغير القيمة إلى 0 تصبح وكأنها Disable وليس Enable. هنا بتكون قد قمت بإيقاف خاصية الـ NCSA بنجاح في حاسوبك. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك، هنا قم بالنقر عليه قل للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. يوجد حلقات في كافة المجالات التقنية، أبل أيضا، أندرويد، ويندوز، بعض يعني المواضيع التقنية الأخرى التي أتطرق إليها من حين إلى آخر، حلقات يعني شبه يومية كما قلت لكم. كذلك يوجد تدوينات في المدونة، مدونة العالم الافتراضي th3vw.com، كما ترى هنا يمكنك زيارة المدونة ومشاهدة الحلقات وقراءة التدوينات، ستستفيد بالطبع. يمكنك كذلك الإعجاب بصفحتي على الفيسبوك وصفحة المدونة، رابط الصفحة وكذلك رابط المدونة ستجدهم أسفل الفيديو بالطبع. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، لا تنسى متابعتي إذا كانت هذه أول حلقة لحلقات محمد الصغير ومدونة العالم الافتراضي. إلى اللقاء.